وزي كل يوم هنشوف معاكم كل جديد في عالم السوشيال ميديا. هنبتدي بطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي نشر صورة على تويتر من تكريم حزب الوفد للنادي الأهلي وعلق وكتب اليوم تكريم حزب الوفد للنادي الأهلي أفضل نادي محلي وأفريقي عن عام 2018. كمان نشرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على انستجرام صورة فريق كرة المية اللي حصل على بطولة كاس مصر وكتبت ألف مبروك رجال الأهلي لكرة الماء شرفتونا. حسين الشحات لاعب النادي الأهلي نشر صورة على تويتر من مباراة مصر المقاصة اللي انتهت بفوز الأهلي 3-0 وكتب الحمد لله. كمان نشر محمد هاني على انستجرام صورة من المباراة وكتب الحمد لله رجالة. أحمد حمودي كمان نشر صورة على انستجرام من المباراة وكتب الحمد لله مكسب مهم، مبروك جمهور الأهلي، أنتوا سبب كبير للمكسب وأنتوا الدافع لينا للاستمرار للأمام خطوة بخطوة، القادم أفضل إن شاء الله. نشر كمان ناصر ماهر صورة من المباراة على تويتر وكتب الحمد لله فريق كبير. حمدي فتحي كمان نشر صورة من المباراة على انستجرام وكتب الحمد لله دائما وأبدا. كمان نشر جونيور أجاي صورة من الماتش على تويتر وعلق الحمد لله عدت مرة أخرى، شكرا ليكم جميعا على حبكم. كتب كمان الفنان أحمد السعداني على تويتر بعد المباراة هو ده الأهلي اللي أنا أعرفه، عمرو السولية فاحتفل بعيد ميلاد أحمد حجازي لاعب النادي الأهلي السابق وواسب بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي، ونشر صورة لي مع حجازي على تويتر وعلق أخويا وعشرة عمري كل سنة وأنت طيب يرجول عقبال 100 سنة يا حبيبي. كمان أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي على تويتر نشر وكتب كل سنة وانت طيب يا حجازي وان شاء الله السنين اللي جاية أحلى وإلى الله أقرب. كمان أيمن أشرف على تويتر كتب عيد ميلاد سعيد يا حجو. نشر كمان أحمد عادل عبد المنعم صورة لي مع حجازي على تويتر وكتب كل سنة وانت طيب يا أسد. وعالميا بقى نشرت ترينت أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي واللي بيعاني دلوقتي من إصابة في أربطة الركبة صورة على تويتر وكتب لا أحد يرى ما تقوم به في الظلام، سوف أعود قريبا يا ريت. كمان نشر ماريو ماندركيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي اللي بيعاني دلوقتي من إصابة صورة على تويتر وكتب هذا الشعور هو أفضل حافز للتعافي من الإصابة في أقرب وقت ممكن والعودة مع زملائي في الفريق. كمان بابا أكبا لاعب مانشستر يونايتد نشر صورة على تويتر من مباراة أرسنال في الدوري وفي دور الـ 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي واللي انتهت بفوز المان يونايتد 3-1، كتب فوز كبير أداء رائع من الفريق ودلوقتي هنروح لجولة تانية. كمان نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي نشر صورة على الانستجرام بعد ما تخطى عقبة توتنهام وتأهل لنهائي كأس رابطة الإنجليزية وكتب نهائي آخر لكأس الرابطة للعب مع زملائي في الفريق خطوة أخرى قبل الاحتفال مع مشجعينا. نشر كمان إيرن هازارد لاعب البلوز صورة لي على انستجرام من المباراة كتب انتهى وقت المباراة والآن في المباراة النهائية يا لها من ليلة. كمان احتفلت صفحة بلاتشر على الفيسبوك بعد ميلاد المدرب البرتغالي جوزي مورينيو وكتبت 4 دول 25 بطولة عيد ميلاد سعيد للمتميز جوزي مورينيو. كمان احتفلت صفحة في الجول على تويتر بعيد ميلاد مورينيو كتبت في اليوم ده واحد من أفضل مدربين أوروبا جوزيه مورينيو بيحتفل بعيد ميلاده 56 البرتغالي في جعبته 25 بطولة توج بيها مع 5 أندية دربها مورينيو ضمن 5 أساطير في عالم كرة القدم قدروا أن يطفروا ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، نتمنى يوما استثنائيا للمدرب الاستثنائي. مشاهدينا نطلع دلوقتي الفاصل سريع وبعد كده نستقبل ضيفنا النهارده استاذ شادي محمد الناقد الرياضي في بوابه اخبار اليوم.